المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات الليلة. مقتل 45 عسكريا إماراتيا في مأرب وخمسة بحرينيين على الحدود السعودية الجنوبية، هل من تداعيات على الحرب في اليمن؟ الميادين تحصل على الوثيقة الأممية حول مشاورات مسقط، ومصادر تؤكد موافقة أنصار الله عليها، وولد الشيخ ينتظر موافقة الرياض وهادي. خلافات بين رئيسي الحكومة والبرلمان في العراق على خلفية زيارة الجبوري لقطر، والأخير يؤكد أن زيارته رسمية. بين السياسة والميدان يتحرك الملف اليمني من مسقط إلى نيويورك وواشنطن وعواصم أخرى. 45 جنديا إماراتيا قتلوا بصاروخ للجيش اليمني في مأرب وخمسة بحرينيين على حدود السعودية، وتعد هذه الخسائر البشرية الأكبر للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن. هل ستكون لهذه الخسائر انعكاسات أو تداعيات على ما يعيشه اليمن وأهله؟ وفي السياسة، حصلت الميادين على وثيقة المشاورات في مسقط والتي تحظى بتأييد الأمم المتحدة، وأكدت مصادر للميادين موافقة أنصار الله عليها، وأن المبعوث الأممي ولد الشيخ ينتظر موافقة السعودية والرئيس هادي. وملف اليمن كان محور مباحثات الرئيس الأمريكي مع الملك السعودي في البيت الأبيض. وفي المحور الثاني نتوقف عند أبعاد الخلاف بين رئيسي الحكومة والبرلمان العراقيين حيدر العبادي وسليم الجبوري على خلفية زيارة الأخير إلى الدوحة، وتردد أنباء عن مشاركته في مؤتمر هناك من دون التنسيق مع الحكومة. لكن قبل ذلك نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ يوسف جربوع في سوريا أن استهداف الشيخ وحيد بلعوس هدفه إشعال الفتنة في مدينة السويداء. وفي اتصال مع الميادين اتهم الشيخ جربوع الجماعات التكفيرية باغتيال الشيخ بلعوس للإيقاع بين سكان المنطقة والدولة. وقضى الشيخ بلعوس جراء انفجار سيارتين مفخختين في مدينة السويداء جنوب سوريا في وقت متزامن في منطقة ظهر الجبل شرق المدينة وقرب المشفى الوطني. ومن العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني معالي الوزير السيد طلال إرسلان. معالي الوزير أهلا بك. يعني استهداف السويداء اليوم ماذا يعني؟ ماذا عن تداعياته؟ وما المقصود منه؟ ومن بالتالي المستفيد من توتير الأوضاع في السويداء؟ يعني أولا نحن طبعا نستنكر هذا الاستهداف الرخيص الذي حصل في الذي استهدف إخوان لنا في جبل العرب في السويداء، وهذه طبعا واضحة المعالم وتأتي بالسياق نفسه التي تتعرض له سوريا والمنطقة بأسرها من التهديدات التكفيرية الإرهابية التي أصبحت تهدد العالم بأسره وليس فقط سوريا ولبنان والمنطقة. وأستطيع أن أقول بأن كل الذي حصل اليوم في السويداء من تفجيرات إرهابية تخدم المصالح المشتركة الإسرائيلية التكفيرية الإرهابية الواحدة المعالم وواحدة الأهداف في المنطقة. وهذا يعني بأن المطلوب الفتنة في جبل العرب، المطلوب الفتنة في سوريا، المطلوب الفتنة الداخلية أينما وجد هذا الإرهاب التكفيري. ومن هنا أني أدعو مشايخ العقل ومشايخ التوحيد في جبل العرب أن لا يسمحوا بأي شكل من الأشكال أن تدخل الفتنة إلى صفوفنا في جبل العرب وإلى أهالينا في جبل العرب، ولنأخذ عبر من الذي حصل اليوم لنؤكد تمسكنا ووحدتنا وتعاضدنا بقناعة تامة بأننا جزء لا يتجزأ من استهداف سوريا الوطن واستهداف سوريا الدولة بمواجهة الإرهاب التكفيري. طيب معالي الوزير، إذا ما أردنا الحديث عن الخطوات يعني لناحية درء هذه الفتنة، ما المطلوب على صعيد الخطوات؟ المطلوب التعقل، والمطلوب أن ننظر ونعرف حقيقة من هو المستفيد
الأول والأخير من الذي حصل في جبل العرب، وأن ندرك تماما يوما بعد يوم بأن استهداف جبل العرب، لأنه هذا الجبل واقف وقفة عز وصمود في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي أصبح يهدد جبل العرب بالتحديد، كما يهدد الوضع في سوريا ككل. جبل العرب ليس بقعة معزولة عن الوطن السوري، ولا يمكن أن نقبل أن يتم عزلنا عن النسيج الوطني الاجتماعي السوري، من النسيج الوطني الجامع لكل أطياف سوريا وأبناء سوريا. بشكل سريع، هل تتخوفون من تفلت الأمور في المنطقة في السويداء تحديدا؟ لا أتصور، أنا على يقين بأن سنكون يدا واحدة وموقف واحد، وهذه الذي حصل سيكون عبرة لنا للتأكد على وحدتنا وتمسكنا بخطنا الوطني والقومي وبقناعاتنا التي أرسيناها منذ اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925. معالي الوزير طلال رسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مقتل 45 من جنودها بصاروخ أرض أصاب مخزنا للأسلحة في اليمن. كما أعلنت البحرين مقتل 5 من جنودها على حدود السعودية. ماذا في التطورات الميدانية؟ الصورة من داخل معسكر صافر بمأرب تظهر عمودين من الدخان. يقول الجيش اليمني أنه استهدفه بصاروخ باليستي من نوع توتشكا، أسفر عن مقتل العشرات من الجنود السعوديين والإماراتيين وجرح آخرين. المصدر العسكري اليمني وصف العملية بالنوعية، وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة داخل المعسكر التابع للتحالف السعودي في منطقة صافر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وانفجار عدد من مخازن الذخيرة وتدمير عدد من الآليات والمدرعات الإماراتية وطائرات الأباتشي، إضافة إلى 3 منصات لإطلاق الصواريخ. فيما أكدت الإمارات مقتل الجنود الإماراتيين بعد قصف مخزن الأسلحة عبر صاروخ أرض. وكالة أنباء البحرين أعلنت من جهتها مقتل 5 عسكريين بحرينيين أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية عند الحدود الجنوبية للسعودية. المعارك على الحدود اليمنية السعودية تواصلت في الأثناء، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة والجيش السعودي شرق مدينة طوال. مديريتا حرض وميدي تشهد هي الأخرى قصفا متبادلا بالمدفعية وراجمات الصواريخ بين الجانبين، حيث وصف القصف بالأعنف منذ أسابيع. أما في عدن فالأنباء من هناك تتحدث عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الحراك الجنوبي ومقاتلي تنظيم القاعدة في أكثر من منطقة استخدم فيها طرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأدت في حي دار سعد بحسب مصدر ميداني إلى مقتل القيادي في الحراك الجنوبي عبد الله الزنجري. حول هذا الموضوع معي الآن مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي. أستاذ محمد البخيتي، أسعد الله مساك، ومباشرة هذا التطور والعدد الكبير لقتل الجنود الإماراتيين وأيضا البحرينيين كما جاء لاحقا على الحدود، أولا هذا الموضوع ماذا يغير في الميدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه العملية وهذا العدد الكبير من القتلى سواء من الإماراتيين أو حتى البحرينيين، لأن الخمسة القتلى من البحرينيين هم أيضا في مأرب. أضف إلى ذلك هناك قتلى سعوديين، ولكن السعودية دائما تتكتم على ضحاياها. هذه العملية تكشف أولا مدى دقة الجيش اليمني واللجان الشعبية في استهداف المواقع، وأيضا يكشف حقيقة إنكار السعودية لخسائرها على الحدود، لأنه تقريبا القصف الصاروخي
شبه يومي على المواقع العسكرية السعودية ويتم إصابتها بدقة كبيرة، ولكن دائما السعودية تنكر ذلك بدليل أنها أنكرت أيضا سقوط أي ضحية أو لم تعترف بضحايا الذين سقطوا في مأرب. أضف إلى ذلك هناك عشرات أيضا المرتزقة الذين قتلوا في هذه العملية. أيضا هذه العملية تثبت للجميع غرق الدول الغازية في مستنقع اليمن، وهذا ما أكد عليه السيد عبد الملك الحوثي في كلمته الأخيرة، وتؤكد أن اليمن هو مقبرة الغزاة، لأنه الآن استطاعت هذه القوات أن تتواقل في عمق الأراضي اليمنية نظرا لأن حدود اليمن هي معظمها حدود بحرية أو حدود صحراوية خالية من السكان، ونظرا لعدم وجود جيش منظم في اليمن للأحداث والإنقسام السياسي، فلا نستطيع كشعب يمني أن نقيم خطوط دفاعية في كل هذه الحدود، هذا شيء مستحيل. لذلك الآن الخطوط الدفاعية انتقلت إلى الداخل وهي في المناطق التي توجد فيها كثافة سكانية، لذلك لم تستطع تلك القوات الغازية إحراز أي تقدم، وأصبحت هدفا للمقاومة. طيب أستاذ محمد، سواء في منطقة أستاذ محمد، أريد أن أتأكد من نقطتين لو سمحت. الأولى تتعلق بمقتل البحرينيين الخمسة، كان في مأرب أيضا وفي نفس العملية التي استهدفت الجنود الإماراتيين. نعم، هم قتلوا في 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 مأرب، لأنه هناك أيضا فيديو مسرب لضابط إماراتي سيجده المواطنين على اليوتيوب يتحدث فيه عن وجود إماراتيين وسعوديين وكذلك بحرينيين، هذا قبل أيام من استهدافهم بهذا الصاروخ، وهذا يؤكد يعني شبه مؤكد أن الخمسة القتلى هم داخل في مأرب، لأنه في السابق تلاحظ أنه عندما قتل أول ضابط إماراتي في عدن أدعت الإمارات أن هذا الضابط قد قتل في أين؟ على الحدود، لأنهم لا يريدون أن يوصلوا للشعب اليمني رسالة بأنهم قوى محتلة. لكن الآن هذه العملية كشفت مدى تورط هذه الدول في 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 اليمن، وهذا العدد الكبير من الذين من القتلى أيضا لم يعد في الإمكان دولة مثل الإمارات أو البحرين إخفاء. لكن أنا أقول لك أن السعودية لا يزال لديها القدرة على إخفاء كل ضحايا. أستاذ محمد، 45 قتيل من الجنود الإماراتيين العسكريين، طبعا عدا الإصابات، خمسة بحرينيين في عملية واحدة، يعني هذا يدفعنا للتساؤل، ولا أعرف إذا كان عندك جواب، عن عدد الجنود الخليجيين عموما الموجودين حاليا في الجنوب في اليمن، العدد كبير؟ طبعا العدد كبير وبالآلاف، ولكن حقيقة لا يوجد عندنا إحصائية دقيقة حول التواجد، ولكن هم بالآلاف. أيوة نعم، إحصائية دقيقة، ولكن هم بكل تأكيد هم أصبحوا بالآلاف وهم من يديرون الأمور. أضف إلى ذلك أن هذا التحالف العدوان ليس لديه مشروع، لذلك هو يعتمد على قوى غير منسجمة مع بعضها، هناك القاعدة وهناك داعش. الآن داعش والقاعدة نتوقع أن يحدث بينهم صراع، أن يمتد الشرخ الموجود الآن بينهم في سوريا إلى اليمن. أيضا السلفيين والإخوان والحراك الجنوبي، هذه القوى هي ليست منسجمة مع بعضها، وبالتالي لا يمكن أن يكتب لهذا التدخل البقاء في اليمن، وأيضا لا يمكن أن يضمنوا الاستقرار للشعب اليمني، لأنه ليس لديهم مشروع فقط. للأسف الشديد لاحظ، شوف البعض يتساءل لماذا الإمارات تتورط بهذا الشكل، رغم أنه لا يوجد بيننا وبينهم أي خلافات، لا يوجد أي حدود بيننا وبينهم، لكن المشكلة أن هذه الدول هي وجدت وبقيت تحت حماية المستعمر، نعم، وبقيت مرتبطة بهذا المستعمر، والآن عندهم أموال وهم يرون أن الشعب اليمني أصبح في طريقه إلى التحرر، يستعيد كرامته، يستعيد عزته، لكنهم طبعا ما عندهم كرامة، ما عندهم عزة، خاضع لأمريكا، خاضع لإسرائيل. سيد محمد البخيتي، وبالتالي تحول هذا إلى حقد على الشعب اليمني. سبق ربما في لقاء بيننا سابق قد أجبت على موضوع اندفاع الإمارات أكثر من غيرها في اليمن، وتحدثت يومها عن ميناء عدن. أرجو أن تبقى معي سيد محمد البخيتي. الآن سياسيا، حيث أفادت مصادر خاصة الميادين بموافقة وفد أنصار الله في مسقط على وثيقة
مبادئ مشاورات مسقط بعد مناقشتها مع المبعوث الدولي بصيغتها النهائية وإدخالها تعديلات عليها. وبحسب المصادر فإن الوثيقة بصيغتها النهائية لاقت موافقة أممية، وأن ولد الشيخ أحمد ينتظر قرارها دول الرياض بشأنها. ماذا جاء في هذه الوثيقة؟ التفاصيل مع سارة الحاف. ورقة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنص على التزام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يجري التوافق عليها، كما تتضمن وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار من جميع الأطراف ورفعا للحصار البري والبحري والجوي. كذلك تدعو الورقة إلى اتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيجري الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة. مقترحات الورقة التي يطرحها ولد الشيخ على الأطراف اليمنية تدعو إلى حماية المدنيين وإطلاق المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية، والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية من دون قيود. وتطرح الورقة عودة حكومة بحاح المؤلفة توافقيا لتمارس مهمتها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز الشهرين، ويجري خلالها تأليف حكومة وحدة وطنية. كما تطالب الورقة باستئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف الجارية بوساطة الأمم المتحدة على أن تلتزم كل الأطراف تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وعودة من جديد إلى ضيوفي، وأيضا ينضم إلينا الآن الأستاذ صالح الجبواني الدبلوماسي الجنوبي السابق، بالإضافة لضيفنا الأستاذ محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله معي من صنعاء. أستاذ صالح الجبواني، قبل أن نسأل حول هذه الوثيقة وما جاء فيها وما يبحث أيضا في واشنطن الآن بين الملك سلمان من جهة وبين أوباما من الجهة الأخرى حول اليمن، ما كنا نتناقش فيه قبل قليل مع ضيفنا حول الجنوب وإعلان الإمارات عن مقتل 45 من جنودها في 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 اليمن في مأرب، هذا ألا يدفع الجنوبيين إلى، هل لديكم قلق كجنوبيين من دخول هذه الأعداد من الجنود الإماراتيين البحرينيين السعوديين إلى مناطق الجنوب؟ أولا مساء الخير أستاذ كمال، أسعد الله مساءك على الاستضافة. بالنسبة لل حياك الله، بالنسبة للجنوبيين كان الهم الرئيسي لديهم هو تحرير محافظات الجنوب، وهذا تم بالفعل في عدن وفي الضالع وفي لحج وفي أبين وفي شبوة، يتبقى لبعض المناطق على الأطراف. نحن فقط لنا يعني بعض التساؤل حول إداء القيادة الشرعية في الرياض، ذلك أن الجيش الذي يتكئ عليه هادي سواء في مأرب أو في حضرموت ليس له علاقة بهادي. الجيش هذا كما الحوثيون صادقون في هذا الموضوع حينما يقولون أن الجيش يحارب هو واللجان الشعبية، بالفعل الجيش يحارب مع اللجان الشعبية. وأعتقد أن الإماراتيين دفعوا اليوم ثمن نتيجة لهذه المغالطة الكبرى، أنه معهم جيش في مأرب ومعهم جيش في سيئون ومعهم جيش في حضرموت والمقدشي بالأمس والحذيفي يحتفلون في محافظة مأرب. إذن ما دام هذه الترتيبات وهذه الجيوش معهم، لماذا تحصل مثل هذا المجازر للجنود الإماراتيين في مأرب؟ هذا أخفاق كبير تتحملها الحكومة الشرعية في الرياض. بالنسبة لنا نحن في الجنوب وضعنا مختلف، نحن لدينا مقاومة ولدينا ترتيبات لدمجها في الجيش والدفاع عن كل الأراضي الجنوبية، سندافع وسنقاتل ما دام فرض علينا القتال، لأننا كنا في الأول نناضل سلميا من أجل تحرير الجنوب. غزونا وغزوا ديارنا وغزوا بلادنا، وكان لابد من حمل السلاح وهذا ما حصل، ونحن نشكر الأشقاء على دعمنا ومساندتنا في هذا الجانب، لكن يعني يبدو الوضع في الشمال مختلف بشكل كبير. طيب نسأل الأستاذ محمد البخيتي عن الوثيقة الآن مباشرة. أستاذ محمد البخيتي، هل فعلا حركة أنصار الله وافقت على وثيقة مسقط
بكل البنود التي عرضناها قبل قليل في التقرير؟ لا يزال هناك تكتم على المشاورات التي في مسقط، ولكن نؤكد أننا في أنصار الله نتعامل بشكل مرن من أجل التوصل إلى حل، وسيكتشف الرأي العام سواء الداخلي والخارجي مدى حرصنا على التوصل إلى حل سياسي ووقف إراقة الدماء. ولكني أتوقع أن تتزمت السعودية في موقفها، وحقيقة الآن لا نستطيع أن نقول لا نستطيع أن نتحدث عن موقف هادي أو عن موقف القوى السياسية التي في الرياض، فما يصدر عنها من مواقف هو يعبر عن موقف السعودية وليس موقفها هي، لأنه لم يعد القرار بيدها. لذلك أنا لازلت أتوقع أن تتزمت الحكومة السعودية وكذلك الدول المتحالفة معها في التوصل إلى حل، لأن الهدف ليس فقط أنصار لكن الله. لكن أستاذ محمد بالمبدأ حركة أنصار الله موافقة على هذه بالمبدأ هي موافقة على هذه البنود؟ طبعا أنا حتى الآن لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي هذا الأمر، لأن يعني المفاوضات لا زالت جارية، وما خرج الوسائل الإعلام يعني هو مجرد تسريبات قد تكون غير دقيقة، وأيضا لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي لم تتحدث عنها التسريبات. سنسأل الأستاذ صالح عن رأيه أيضا عن حول هذه التسريبات ووثيقة وما يجري حاليا في مسقط. أستاذ صالح، هل يمكن اعتبار هذه الوثيقة وبنودها بداية صحيحة لإعادة الاستقرار إلى اليمن؟ لا، أنا أعتقد أنه هذه الوثيقة أتت متأخرة جدا. لو هذه الوثيقة قدمت في بداية الحرب كان أكفت اليمن شر هذه الحرب وهذه الدماء الغزيرة التي أريقت وهذه الأرواح الكثيرة التي أزقت. لكن وثيقة مثل هذه تأتي في هذا التوقيت بعد كل هذا الدمار اللي حصل، بعد هذه كل الخسائر البشرية أو المادية التي حصلت، أنا أعتقد أن هذه الوثيقة لا 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 تلبي بالحد الأدنى مطالب الناس الذي أضيروا والذي تضرروا. يعني من وجهة نظرنا نحن في الجنوب أنه الحوثيين هم الطرف المعتدي، هم الذي غزوا الجنوب، هم الذي غزوا أيضا المناطق الأخرى في الشمال. إذن مكافأتهم بالجلوس كطرف بالحوار هذا، يعني اعتبار الأمم المتحدة تعطيهم هذا الاعتبار، يعني مكافأة المعتدي، وهذا بالنسبة لنا نحن غير مقتنعين فيه. الأخ محمد يقول أنه السعودية ينكر الطرف الآخر الذي في الرياض. هم الأخوة الحوثيين شرعية وجودهم تقوم على القوة، ولذلك ينكرون الأطراف اليمنية الأخرى بشكل كامل. طيب والذي إذا كانت هذه الوثيقة أستاذ صالح بشكل كامل لا يوجد أفق للصلح معه، لا يوجد أفق للصلح معه. إذا كانت هذه الوثيقة قد عفى عنها الزمن أو أنها جاءت في وقت متأخر كما تقول، اليوم الاجتماع القمة التي عقدت بين الملك السعودي وبين أوباما خرج عنها ما مفاده أن الرئيس الأمريكي يقول أنه يجب أن يتم التوصل إلى حكومة في اليمن تجمع الجميع، وكأن يعني الأمريكيين قد أطروا أو قد حددوا موقفهم بشكل دقيق من ما يجري حاليا في اليمن، حكومة وحدة وطنية. والله أنا أستغرب هذا الموقف الأمريكي. يعني الحوثيين يدعون ليل ونهار عليهم بالموت والدمار والفناء، ويقولون أن الأمريكان هم اللي ضربوا صنعاء وهم اللي ضربوا صعدة وهم الذين تدخلوا في الحرب وأنهم عملوا وعملوا وعملوا، واليوم الأمريكان يعني يهدون مثل هذا الموقف للأخوة الحوثيين. نحن لا ندري خلفية هذا الموقف الأمريكي، ربما الأخوة الحوثيين يفسرون لنا هذا الأمر. أما يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج، نحن اتفقت مصالحنا في لحظة معينة نحن وهم لصد العدوان، ثم أنه اليمن هو مجال حيوي للسعودية ولدول الخليج، وهذا المجال الحيوي
بالتأكيد هم لديهم حساسية شديدة جدا، لم يفهم الحوثيون هذا الأمر في بداية الأمر وذهبوا بعيدا حتى وصل الأمر إلى انفجار هذه الحرب. لكن الولايات المتحدة أنا أعتقد أنها ولو كانت القوة العظمى لكن لا تستطيع أن تفرض رأيها على. طيب تسمحنا نسأل الأستاذ محمد البخيتي، هذا الموقف الأمريكي هو موقف سابق. أستاذ محمد البخيتي سأخذ رأيك أيضا بالموقف الأمريكي حول أن الحل بحكومة جامعة، حكومة تجمع الجميع كما قال الرئيس الأمريكي بحضور الملك السعودي اليوم، وبالتالي كيف تردون أو كيف هو تقييمكم للموقف الأمريكي، وهل هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية مطلعة وموافقة على كل ما يجري في مسقط؟ أولاً أخي الفاضل نحن موجودين على الأرض والآن الأطراف السياسية الآن خصوماً السياسيين هم يعني هاربين في 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 الرياض، وبالتالي أمريكا لا أي دولة في العالم لا تستطيع أن تنكر هذا الحقيقة. ليش؟ لأنهم عدو ولكن عدو ذكي وليس مثل بعض الحكومات العربية التي هي عدو غبي وأحمق. يعني تشوف لاحظ أنه الآن يعني مثلا شوف الصراع على يعني كدليل على صدق ما أقوله أنه أمريكا كانت بحاجة إلى العرب لتصفية حساباتها مع إيران، ولو أن العرب بقيوا على مسافة من العداء ولم يبادروا إيران بالعداء لكانت أمريكا محتاجة لهم ولا استطاعوا أن ينتزعوا بعض المكاسب من الكيان الصهيوني للفلسطينيين، ولكنهم عندما ذهبوا بعيدا في العداء ضد إيران أصبحوا هم بحاجة إلى أمريكا وإلى إسرائيل من أجل تصفية حسابهم مع من؟ مع إيران، مع أخوانهم. يعني هذا موضوع آخر يعني. ليش؟ لماذا؟ لأنهم نعم لأنهم شوف لا يتحدثوا لا بمنطق الأخلاق ولا بمنطق المصلحة. أيضا الأخ الجبواني يتحدث عن تحرير الجنوب، طيب القوات الإماراتية والقوات السعودية الموجودة الآن في الجنوب ماذا تعتبرها؟ أيضا القاعدة، تنظيم القاعدة وداعش ماذا تعتبرها؟ أيضا أنت تعتبر أن اليمني الذي موجود في المحافظات الجنوبية بأنه غازي، لكن الذي يأتي من خارج الحدود أنه يعني جزء منك، يعني هذا شيء غريب. وأيضا يقول أن اليمن هي مجال حيوي يعني للسعودية أو لدول الخليج، يعني مثل هذا يعني هل يستطيع أن يقول أن أيضا دول الخليج هي مجال حيوي للشعب اليمني وأنهم مثل ما هم من حقهم أن تكون لهم مصالح في اليمن من حقنا أيضا يكون لنا مصالح في الخليج؟ طبعا هو عندهم نظرة دونية لأنفسهم، لكن طبعا الشعب اليمني هو غير، لأنه اليمني شوف اليمني هو قومي وأيضا إسلامي وإنساني بفطرته وسلوكه، لذلك تجد أن الشعب اليمني كله تحرك لصد هذا العدوان، بينما انكشفت القوى التي تحمل يعني تحمل مشاريع خارجيه او ثقافه من خارج الحدود. مثلا الان الناصرين عندنا في اليمن اللي هم يعني كانوا يزايدوا علينا بقوميتهم اصبحوا مع العدوان. طيب ايضا اليساري استاذ محمد البخيتي يتحدثون ضد الامبريال اصبحوا طيب مع العدوان مع كثير من الاسئله. لذلك الشعب اليمني كشف حقيقتهم. استاذ جبواني، استاذ كمال تسمح لي؟ تفضل. الذي يتبع السعودية من 50 سنة هو محمد البخيتي وأصحابه جميعا في صنعاء. يعني السعودية وقفت مع الملكيين الذي هو عضو في مجلسهم السياسي اليوم، وقفت معهم من 62 إلى 70. طيب سيد جبواني لا نريد العودة للتاريخ، ولكن إلى اليمن، ولكن طرح عليك طيب السيد البخيتي طرح السعودية طوال 33 سنة. اسمح لي طيب 33 سنة والسعودية تصرف عليكم علي عبد الله يتبع السعودية يعني تابع ذليل علي عبد الله صالح وأنتم كذلك، والسعودية من اللجنة الخاصة تصرف عليكم ونحن في الجنوب كنا ضمن محور آخر، وأنت تفهم هذا الكلام. لم نكن يوما لكن طرح عليك الأستاذ محمد سيد جبواني منذ أن توحدنا معكم. سيد جبواني طرح عليك أسئلة راهنة. سيد جبواني
يعني قال لك أنت اعتبرت أنكم حررتم الجنوب، ما هو موقفكم من القوات الأخرى غير اليمنية؟ ما هو موقفكم من القاعدة حاليا في الجنوب؟ حصل اشتباك اليوم بين الحراك الجنوبي وبين القاعدة. أولا اسمح لي. تفضل. نحن موقفنا من القوات السعودية والإماراتية التي وصلت إلى صنعاء هو موقف نتحالف. نحن تعرضنا لغزو وعدوان من جيش ومن حرس جمهوري ومن أمر مركزي ومن كتائب الحوثيين التي تدربها منذ 10 سنوات إيران، وهذا أمر واضح. يعني هم من حقهم يتحالفوا مع إيران، لكن نحن مش من حقنا نتحالف مع السعودية، مع العلم أن السعوديين هم أشقائنا والإماراتيين. نحن أخوة بالدم وبالأرض وبالتاريخ وبالجغرافيا. يا جوالي لحظة اسمعني. الجيش الإيراني بالنسبة للقاعدة، أنت تعرف يا محمد البخيتي، تعرف أنه من صنعها في اليمن هو علي عبد الله صالح، الذي خرج قادة القاعدة من السجون هو علي عبد الله صالح، الذي أنت متحالف معه اليوم أنت وأصحابك. الذي صنع داعش في حضرموت هو علي عبد الله صالح. لماذا سلم لهم مفاتيح المنطقة العسكرية الثانية في المكلة بدون أن تسقط قطرة دم واحدة؟ طيب وما موقفك علي عبد الله صالح؟ أنا أسألك، دعونا من الكذب. أنتوا استمراتم الكذب والتزييف. أنتم طيب الجنوب، هذا الأمر كله في الجنوب. الذي صنع القاعدة في الجنوب والذي غذاها هو علي عبد الله صالح وأجهزة مخابراته، وأنت تعرف هذا الكلام تمام، وأنتم اعترفتوا الحوثيين اعترفوا من قبل بهذا الموضوع. علي عبد الله صالح. ثم إنه طيب هذا اتهام سيد الجبواني، هذا اتهام، لكن موقفكم أنتم حارب. طيب. أنتم غطى فقط. أنا أريد أن أعرف موقفكم في الجنوب، موقفك أيضا من القاعدة في الجنوب حاليا، وأيضا من الجنود الغير يمنيين الموجودين حاليا في الجنوب. نحن وجنود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في خندق واحد، هؤلاء حلفائنا في هذه الحرب لصد العدوان الذي حصل على الجنوب والاحتلال الذي هو مستمر في الجنوب منذ عام 1994، وقد اعترف الحوثيون بهذا الاحتلال في الوثيقة التي قدموها المؤتمر الحوار الوطني. وبعدين كنا نحن وهم نعتقد أننا مظلومين وحلفاء، لكن تذكروا لنا وقاموا وغزوا بلادنا وقتلوا الآلاف من أبناء شعب الجنوب. أستاذ صالح الجبواني، موقفنا من القاعدة، نحن ضحايا القاعدة. انتهى الوقت للأسف. نعم. للأسف الشديد نحن ضحايا القاعدة ونحن ضد الإرهاب وضد القاعدة. انتهى الوقت. صالح الجبواني الدبلوماسي الجنوبي السابق، كنت معنا مباشرة من لندن. أيضا الشكر للأستاذ محمد بخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله، كان معنا مباشرة من صنعاء. رشح الحديث عن المشاكل السياسية بين خالد بحاح وعبد ربه منصور هادي، ماذا في التفاصيل التي حصلت عليها الميادين في التقرير التالي لهبة محمود. بالخطوة الاستباقية قد توصف حركة خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء اليمني ونائب الرئيس هادي باعتزامه الاستقالة من منصبيه. مصادر خاصة للميادين أوضحت أن السبب هو نتيجة خلافات حادة بينه وبين الرئيس عبد ربه منصور هادي حول ما وصفها المصدر بالتدخلات في صلاحيات بحاح من قبل الرئيس هادي وعدد من الوزراء المقربين منه. هذه الخلافات وصلت إلى ذروتها مع نية هادي إقالة بحاح من منصب رئاسة الوزراء والاكتفاء بمنصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي اعتبره بحاح استهدافا مباشرا من قبل الرئيس هادي لشخصه. وتفاقم الخلاف بين الرجلين خلال الشهرين الماضيين إثر التقارب الواضح بين بحاح ومراكز صنع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتولي الأخيرة مسؤولية ملف إدارة محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. بحاح ومن خلفه دولة الإمارات العربية المتحدة يرى أن تبني مشروع فيدرالية معلنة بين الشمال والجنوب من شأنه إنقاذ الوحدة اليمنية لاعتبارات تلحظ الوقائع الجديدة على الأرض، إذ يعتبر ابن محافظة حضرموت أن فرض مشروع الوحدة بصيغتها الحالية على الجنوبيين أصبح أمرا مستحيلا، ومن شأن الإصرار على هذا الخيار إدخال البلاد في أتون دوامة صراع لا يمكن التنبؤ بنهايته. أما الرئيس هادي ومن خلفه السعودية فهو على ضفة أخرى، إذ يرى أن الخيار الأنسب لمعالجة أزمة اليمن هو المضي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومشروع الأقاليم الستة
باعتباره أمرا اتفقت عليه مجمل القوى السياسية في البلد. مجددا حياكم الله. بدأت عملية فرز الأصوات بعد إقفال مراكز الاقتراع في المغرب في الانتخابات المحلية الجماعية والجهوية. الهيئة الحكومية المشرفة على العملية أوضحت أن إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي سيكون لأول مرة على مستوى كل جهة نظرا للطابع المحلي والجهوي لهذه الانتخابات. وتشهد هذه الانتخابات تنافسا حادا بين الائتلاف الحكومي الحاكم بقيادة حزب العدالة والتنمية من جهة، وأحزاب المعارضة ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال من جهة أخرى. معي الآن مباشرة من الرباط موفد الميادين إلى هناك أبي زيدان. أبي زيدان، التوقعات ماذا تقول؟ عملية فرز الأصوات بدأت قبل قليل، حتى الساعة نحن كنا داخل مكتبين داخل مدينة الرباط في وسط المدينة. نسبة الإقبال فيهما كانت متوسطة ما بين 35% إلى 40%. بصفة عامة آخر بلاغ لوزارة الداخلية صادر الساعة 5 أكد أن نسبة المشاركة وصلت إلى 36%، هذا في حدود الساعة 5، يعني أنها يمكن أن تكون زادت بالكثير بعد ذلك. على العموم المنافسة شديدة بين الأحزاب السياسية. هنا في المكتبين الذين حضرت فرزهما كان تقدم كبيرا لصالح حزب العدالة والتنمية، كان تقدما ملفتا وواضحا بشكل جلي، ومع ذلك هذا ليس مؤشرا كافيا لنحكم به على باقي المغرب الذي تختلف أمكنته وتختلف خياراته من منطقة إلى منطقة أخرى. لكن على العموم هنا الحزب العدالة والتنمية في المكتبين اللذين حضرتهما كان فوزه كاسحا جدا للأحزاب الأخرى. يذكر أن حزب الاستقلال استبق الأحداث، أعلن قبل قليل في بيان أنه سجل خروقات عديدة في العمل، شابت العمل الانتخابي حسب قوله، وصلت حد اتهامها بأنها كانت انتخابات غير شفافة حسب ما قال البيان. ولكن على العموم نحن ننتظر النتائج النهائية التي ستعلن في كل جهة على حدة. نذكر أن وزير الداخلية سيعلن بعد قليل، أي في حدود الساعة 10، بيانا سيداع عبر وسائل الإعلام العمومية هنا في المغرب. أشكرك جزيل الشكر أبي زيدان موفد الميادين إلى المغرب، كنت معنا مباشرة من الرباط. أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي عن جمع أكثر من 100 توقيع تمهيدا لإقالة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بعد زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة على خلفية مؤتمر لقوى عراقية معارضة. تقرير خالد أبو عرب. بوادر أزمة في العراق محورها زيارة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي إلى قطر من دون التنسيق مع الحكومة أو الحصول على تفويض من البرلمان، ولكونها تمت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر في الدوحة برعاية قطرية لشخصيات عراقية معارضة قيل إنه بغرض تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب. ردود الفعل المنددة حول هذه الزيارة جاءت سريعة وحادة، فكتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي أعلنت عن جمع توقيعات أكثر من 100 نائب تمهيدا لإقالة الجبوري، معتبرين زيارته إعلانا عن تبني مشروع داعش الذي تقوده قطر على حد تعبيرهم. الجبوري مع رئيس الوزراء القطري وسط تضارب المعلومات حول مشاركته في المؤتمر أو إجراء مباحثات بشأنه مع كبار المسؤولين العراقيين، في ظل تأكيد الحكومة العراقية عدم موافقتها على مشاركة سياسيين عراقيين في المؤتمر. رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي كان أعلن رفضه بشدة لمؤتمر الدوحة بسبب عدم التنسيق التفصيلي المسبق مع بلاده، واعتبر هذا المؤتمر تدخلا خارجيا في شؤون بلاده، في وقت سعى الجبوري للتوضيح بالقول إن زيارته لقطر لم تكن سرية أو شخصية، وإنها لدعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية. الجدل حول زيارة الجبوري مستمر، لكن وفق خبراء قانونيين فإن إقالة رئيس البرلمان تتطلب موافقة 157 من أعضاء البرلمان أي ثلث الأعضاء، ويرى محللون أن زيارة الجبوري إلى قطر كان يجب التصويت عليها داخل المجلس نظرا لحساسيتها.
أوضح رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان له أن زيارته إلى دولة قطر جاءت بناء على دعوة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية. وأكد الجبوري عدم إجراء أي لقاء بأي شخصية عراقية من داخل أو خارج العملية السياسية. وقال الجبوري أن الزيارة ليست سرية ولا تحمل طابعا شخصيا. ومعنا الآن للتعليق على هذا الموضوع من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا القيادي في تحالف القوى العراقية سيد ظافر العاني، وأيضا هنا في الاستوديو السياسي العراقي سيد عباس الموسوي. سيد عباس الموسوي، هل ترى من أسباب موجبة لهذه الأزمة أو لهذا الاتهام للسيد الجبوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور زيارة السيد الجبوري هي زيارة غير مناسبة وفيها انتهاك للأخلاق والعرف السياسي العراقي، لأن قطر دولة استضافت مجموعة من القتلة والتكفيريين والبعثيين المعارضين للسياسة العراقية، فلذلك كان المفروض لو افترضنا أن السيد الجبوري ذهب بزيارة رسمية لتطوير العلاقة العراقية القطرية كان المفروض يؤجل هذه الزيارة ويعترض على هذه الزيارة، لأن في نفس الوقت قطر تتدخل في الشأن العراقي. لكن العلاقات القطرية العراقية جيدة مع الحكومة العراقية؟ لا، العلاقات القطرية ليست جيدة. العلاقات القطرية مع حكومة العبادي، حتى مع حكومة العبادي هذا الكلام في الإعلام شيء والواقع شيء آخر. القنوات القطرية هي جزء محرض على الفتنة في العراق، وقطر تستضيف مجموعة من البعثيين والقتلة والإرهابيين في العملية السياسية العراقية. لذلك موقفنا من قطر هو ليس موقف عاطفي، وإنما موقف لأن قطر موقفها سلبي من العملية السياسية في العراق ومن الحالة العراقية بشكل عام. دكتور ظافر العاني، استمعت إلى هذا الكلام، يعني رئيس الحكومة يعني لا يعلم إذا كان هناك مسؤول عراقي يذهب لدولة أخرى؟ يعني حتى رئيس الحكومة لا يعلم، هل هذا يعقل في العراق؟ أول سؤال، هل المفروض يعني يأخذ رخصة رئيس الحكومة أو أن يطلعه على الأمر؟ أنا لا أتذكر أنه رئيس الحكومة عندما يسافر خارج العراق أو المسؤولين الآخرين فإنهم يستأذنون رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. طبعا بالمناسبة الرئاسات الثلاث على قدم المساواة، ومع ذلك لكن هناك فرق دكتور العاني. دكتور العاني، هناك فرق بين أن تأخذ إذن رئيس الحكومة وبين أن يكون رئيس الحكومة على علم. يعني هذه دولة بالنهاية، مؤسسات. نعم، ولذلك السيد رئيس الوزراء صدر بيان يعني يعترف فيه بأنه لديه علم ولكن ليس بكل التفاصيل. طبعا ليس بكل التفاصيل، وأنا مطلع على أن السيد رئيس الوزراء لديه علم تفصيلي، ومن مكتبه كانوا يتابعون هذا الاجتماع يعني اولا باول حتى قبل ان يدعى سليم الجبوري الى الاجتماع. والسفير العراقي في الدوحه او القائم بالاعمال كان موجود مع السيد رئيس مجلس النواب من المطار من لحظه وصوله الى لحظه زياده. احنا ابتداء ليس لدينا شعور بالحرج والخجل من علاقتنا مع امتنا العربيه. نا فخورين بأنه إحنا عرب ونحاول تعزيز وتمكين علاقة العراق بالأمة العربية. قبل أسابيع كان وزير الخارجية القطري ضيف على الحكومة العراقية والتقى بكل المسؤولين العراقيين. لدينا تنفيذ دبلوماسي في الدوحة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، وهنالك سفير قطري موجود في بغداد أيضا. والعلاقات الغربية ما بين الدولتين علاقات مميزة ووطيدة، والبلدين يسعون إلى تطوير هذه العلاقات. يعني البعض من يريد أن يعني أن يبعد العراق عن يعني عن حاضنته العربية هو الذي يريد ان يشكل. دكتور يعني ما رايك او ما تقييمك للاتهامات التي وجهت للسيد رئيس مجلس النواب العراقي حول لقائه ببعض الشخصيات المعارضه او حتى الشخصيات توصف بالبعثيه يعني من الزمن السابق؟ يعني السيد رئيس مجلس النواب
يعني وضح. قلت لحضرتك انه كان ملازم له السفير العراقي القائم بالاعمال العراقي في الدوحه من المطار، وحضر كل الاجتماعات واللقاءات بما فيها مع رئيس الوزراء ومع امير قطر. كان موجود في الاجتماعات. ولم وقال في بيان انه لم يلتقي باي شخصيه من خارج العمليه السياسيه، وهب انه التقى. انا تاثر جدلا انه رئيس مجلس النواب يلتقي بشخصيات سياسيه معارضه على عراقيين لديهم وجهه نظر مختلفه. العراق الان يريد ان يتحدث عن مصالحه وطنيه. العراق يعترض على تعامل الدول مع معارضيها بقسمه، سواء كان في البحرين او في غيرها من الدول الاخرى او في الكويت او في السعوديه. ونجي احنا الان نقول ليش رئيس البرلمان يعني يثقب مواطن عراقي او بسياسي عراقي معارض؟ رغم انه لم يثق. طيب دكتور ظافر ارجو ان تبقى معي لاسال السيد الموسوي هنا حول هذه المساله. يعني اولا واضح كما قلت يعني دكتور ظافر يعني يتحدث عن علاقات دبلوماسيه موجوده بين العراق وبين الدوحه من جهه، والمساله الاخرى النقطه الاخرى التي اود السؤال عنها حول موضوع اقاله سليم الجبور. يعني ائتلاف دوله القانون يسعى للتوقيع جمع عدد من التوقيع 100 توقيع لاقاله هذه العمليه يمكن ان تتم. يعني بالنسبة لإقالة سليم الجبوري هو تحول اليوم إلى مطلب. يعني التظاهرات التي خرجت في بغداد ومدن الجنوب كان مطلب جماهيري هو إقالة سليم الجبوري. العلاقة العراقية القطرية يعني مطلب إذا كان ائتلاف دولة القانون يصبح مطلب جماهيري. لا لا ليس موضوع ائتلاف دولة القانون. الأرقام أو التواقيع التي بدأت ليس فقط دولة القانون، هنالك حتى من بعض النواب السنة وبعض النواب الأكراد وقعوا في هذه المذكرة التي تطالب بإقالة سليم الجبوري. الموضوع ليس موضوع دولة القانون، وإنما أنا أقول هذا المطلب وتجاوز سليم الجبوري للدولة العراقية تحول إلى مطلب جماهيري. أما من يدعي ويقول أننا ضد العلاقات العربية، لا، الموضوع ليس نحن نؤمن ونعمل على أن تكون العلاقة العراقية مع كل دول العربية بأحسن حالاتها، ولكن هذه الدول عندما تستضيف مجموعة من القتلة من حزب البعث ومن الإسلاميين والتكفيريين وهذه المجموعات في قطر، نحن مؤتمر بسيط عقد في بغداد لنصرة الشعب البحريني، الإمارات سحبت سفيرها والسعودية انزعجت وغيرها، بس احنا بعض سياسيين بلا كرامة يتعاملون وكأنما العراق مجموعة من القبائل المتناحرة. طيب سيد الموسوي، حول موضوع إقالة رئيس البرلمان، تتطلب الموافقة 157 من أعضاء البرلمان. لاحظت أنك علقت على التقرير. الطلب الآن يقدم من 40 نائب إلى إقالة سليم الجبوري، ويحصل الموافقة بالنصف زائد واحد عدد أعضاء البرلمان 300. وليس الثلث. لا لا، النصف زائد واحد يستطيع. قد نرى هنالك في الأيام القادمة يتحجج البعض أن هذا استهداف للسنة استهداف للآخرين، ولكن أنا كنت أتمنى أن نتكلم على أهداف زيارة سليم الجبوري والمشروع. خلي يتكلمون للأخوان الراحة، وما هو دور المستشار السياسي للسفارة البريطانية في قطر في هذا المؤتمر. هنالك مشروع بريطاني يعد للعراق لتمزيق العراق وتدمير العملية السياسية وإسقاط العملية السياسية. ينتظرون الإجماع، ينتظرون أن يكون هنالك اتفاق وانتخاب لجنة تمثل السنة. المرحلة الماضية لم يكن هنالك إجماع على قيادة سنية، فجمعوا القيادة السياسية من سليم الجبوري والآخرين الرسمية مع قيادة حزب البعث مع المجموعات الأخرى من أجل أن يخرجوا بقيادة موحدة حتى يذهبوا إلى السفارة البريطانية وإلى المشروع القطري. هذا انقلاب على العملية السياسية. نعم، هذا هو المشروع. هذا هو المشروع الحاصل في العراق. هنالك انقلاب على العملية السياسية ووقف العملية السياسية والذهاب بحكومة طوارئ وتعطيل الدستور. هذا ما يحصل الآن في العراق. دكتور ظفر العاني، شو رأيك بهذا الكلام؟ والله خلينا أقول أنه يعني لولا قطر لما كان وجود لهذه العملية السياسية أصلا. لولا قطر لما نزل المطر. أستاذ ظفر على كيفكم في الاحتلال الأمريكي للعراق، كيف كانت البوارج الأمريكية وحاملات الطائرات في القواعد العسكرية القطرية،
وكيف عملت الدوحة على تمكين العدوان الأمريكي من احتلال العراق. صار يعني ولولا دور قطر لما كانوا الأخوة موجودين على رأس السلطة المعارضة اللي احتضنتها قطر سابقا قبل 2003 ودعمتها وجاءت بها على رأس السلطة أزاحت بها البعثيين. اللي يزيح البعثيين قبل على عام 2003 ما الذي يدعوها للمجيء بالبعثيين من جديد يعني أو عمل انقلاب آخر؟ عموما قلت الحضر يعني هذا الكلام لم يحصل في الدوحة؟ نعم كلام الذي تفضل به ضيفي السيد الموسوي هنا غير صحيح. لم يذهب السيد الجبوري من أجل لا عندما نتحدث عن أنه أكو مستشار سياسي للسفارة البريطانية في الدوحة ما احنا يوميا هنا في بغداد احتلال أمريكي واحتلال بريطاني واحتلال غربي يعني أستاذ ظافر المستشار الذي عمل على أن يكون صلح بين الشخصيات السنية التي حصل مشادة كلامية بينها في اليوم الأول في بغداد السفير البريطاني. أشكرك جزيل الشكر دكتور. لا يعني حاجة إلى هاي اللفة الطويلة العريضة حتى واحد يلتقط مستشار سفارة القطرية في الدوحة شنو يعني وهذا يعني لا يستحق هذا الهدف. أستاذ ظافر المستشار الذي حاول مستشار السفارة البريطانية في قطر الذي حاول أن يصلح بعض أطراف العراقيين من خميس الخنجر وغيره عندما حصلت مشادة المشروع الآن هو هذا المشروع التي تبنته بريطانيا من أجل إسقاط العملية السياسية والعودة إلى سايكس بيكو القديم. سيد عباس الموسوي انتهى الوقت للأسف الشديد السياسي العراقي أشكرك جزيل الشكر على حضورك هنا وكل الشكر الدكتور ظافر العاني القيادي في تحالف القوى العراقية كان معنا مباشرة من بغداد. شارك المئات في تشييع ودفن الطفل الغريق إيلان شنو وشقيقه ووالدته في مدينة كوباني الكردية على الحدود السورية التركية. الطفل الذي هزت صورته العالم لا يزال يهز فراقه وفراق بقية أفراد العائلة وجدان الأب. تقرير دلول حديدان. إيلان يعود إلى عين العرب كوباني الطائرة التي لن تستطع تأمين رحلة له إلى بلد ما وهو على قيد الحياة تنقله جثة هامدة برفقة جثتي أمه وأخيه. صرخة مكلوم لم يبق من العائلة الحالمة سواه. إيلان وغالب وريحانة مسكوا اليد باليد وارتحلوا تاركين له قسوة الذكريات. الشوفير شاف أنه البحر كتير عالي الموج عالي عمل هيك خبطتنا أول ذرة حمل حاله وركض شك بالمي وغرب عم ركضت أنا على الدركسيون عم ضبط جتنا موجة تانية ماتت غرقنا هرب المشكلة. غرقت الأمان ولفظت الطفولة على شاطئ الحياة. إيلان ضوء القمر بمعناه الكردي أيقونة براءة نافست بنورها درر البحر فدفعتها إلى خارجه. اتصل بي وقال لي إننا نغادر الآن وإن المياه هادئة. وضع طوق النجاة لإيلان وقد كان متحمسا جدا وسعيدا بهذه الرحلة وسأل أباه إلى أين نحن ذاهبون فأجابه إلى أوروبا. إلى أبعد من أوروبا سافر إيلان وسعادته قطعا لم ينتقص منها شيء حيث هو تاركا أهل الدنيا لدنياهم. تظاهرات خرجت في تركيا تجلب معاملة اللاجئين على الحدود الأوروبية وحكومات أوروبية تدفع عنها تهم الإخلال بحقوق الإنسان وإجراءات لاحتواء الأزمة. وإيلان وغالب وغيرهما رحلوا إلى نهاية أخرى عسى ألا يمر إليها بقية اللاجئين عبر الطريق نفسها وبأوجاع متفاوتة.